منذ بداية الأزمة الاقتصادية وحتى اليوم، لا يزال الشعب اللبناني يعاني من تراجع حاد في صحته النفسية بسبب القلق المتعدد الأسباب والتوتر الدائم، فيما لم يكن العلاج النفسي متاحاً لجميع الناس، حتى كسرت بعض الجمعيات الحواجز التي تحول دون الحصول على الخدمات النفسية المجانية. بال 2017 أطلقت إمبريس الخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الانتحار بالتعاون مع وزارة الصحة. الوضع بلبنان كتير صعب على اللبنانية، وهذا الشيء عم بترجم بشكل مباشر على الخط. بالشهر عم نتلقى أكثر من 1000 اتصال، ومعظم الاتصالات من أشخاص عم تعاني من مشاكل مادية واقتصادية. بعد كل الضغوطات التي مر بها اللبنانيون، من الضروري اللجوء إلى العلاجات النفسية للحد من تفاقم المشاكل وتدهور الصحة النفسية. من بعد تفجير مرفق بيروت بلشنا مركز مجاني للصحة النفسية بالحمرة، لأنه لمسنا على الأرض قد في حاجة للأشخاص تكون عم تلجأ لأخصائي نفساني ساعدها تتعافى من هذه الصدمة. بإمبريس بنقدم كمان جلسات توعية حول الصحة النفسية والانتحار لكل الأعمار، بمدارس، بجامعات، ببلديات وبكافة المناطق اللبنانية. تعتبر الصحة النفسية من المواضيع الأساسية والمهمة التي لا تلقى اليوم الاهتمام الكافي في المجتمع.